مع الاداء الايجابي الجيد. كان ادائنا النهارده زي ما قلت لحضراتكم اداء جيد حتى الان. في محاولات اهي ملعوبه الانفراد وادي الهدف يا راجل يا راجل، ده انا بقول هدف. هوبا جول جول يا عبد الظاهر، لسه بقول وكاني شايفها وحاسسها. بقول لحضراتكم يا سيد البدايه حلوه، بداها عيد عبد الملك وانفرد اتاخر شويه وهو بيسدد، تترد الكره جاي وراه صقر على طول احمد عبد الظاهر يحطها حلوه في المرمى مع محاوله لوك ويلكشاير انه ينقذها، لكن الكره الى داخل الشباك. هدف اول لمنتخب مصر، قلت لحضراتكم من ثواني يا سلام يا سلام لو نسجل هدف. وفعلا احمد عبد الظاهر ما كدبش خبر ويتقدم لمنتخب مصر، واحد من المواهب الشابه، واحد من اضافات كابتن حسن في حياته في الفتره الاخيره. تبنيها ان سياسه التدريب هو اللي بداها وعمل هات وخد. عيد المفروض يسجل من هنا، تردت الكره ودور الفوز بالعرض، لعبة عرضيه يد اوبا جول 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 ناجي عملها تاني واستعاد ذكريات انجولا الجميله. واول لمسه اول همسه على طول يلعبها له العرضيه الرائع احمد المحمدي، خطار ساندرلاند السريع ويحطها على طول ناجي جدو بالتواجد في المكان الرائع في الوقت المناسب يحط الجول الثاني الجميل وتصبح النتيجه 2-0. رايح يسلم على الجهاز الفني، اول لمسه اول لمسه لسه داخل من ثواني، وده التوفيق الحقيقه الكبير اللي بيصادف اهله وبيصادف اللعيب اللي عايز يعمل حاجه لمنتخب بلاده. عشان كده حطها بشماله على طول يا ولد يا لعيب. شوف المحمدي قاعد رفعه العين، البصه دي هي رفعه العين اللي رفعها وبص دي هي لنجوم منتخب مصر اللي جعلها ثلاثيه. هنشوف ادي الايد اهي دافع مظبوط، وادي الايد والخطا على طول. ادي الظهر ميكي انطون جينوف وضربه جزاء اعتبر لوكاس نيل دفع احمد حسن مكي. هنشوف مين اللي هتصدى، زيدان، عايزين زيدان يعود، زيدان جول جول يا زيزو جول يا زيزو، بيقول الحمد لله على السلامه اهو تاني بعد العوده ويجيب الجول الثالث من ضربه الجزاء محمد زيدان. زيزو النجم الرائع، نجم وهداف بروسيا دورتموند واللي بياكد حضوره وعودته مره اخرى للملاعب هنا في مصر مع منتخب مصر برفقة زملائه، او هناك في دورتموند مع بروسيا دورتموند. وانذار طبيعي هيديله انطون جينوف، الجول الثالث من ضربة الجزاء في الثواني الاخيرة من زمن المباراة في الدقيقة 90 يجعلها ثلاثية. ادي زيدان حطها حلوة على شمال ماركيش فارتزر عشان يبقى الهدف الثالث لمنتخب مصر. نتيجة رائعة نتيجة رائعة، واهم من نتيجة النقاط والعلامات الإيجابية المضيئة اللي قلت لحضراتكم، استعادة الثقة، العودة من جديد للانتصارات، تقديم أكتر من وجه شاب، عودة أبو تريكة، عودة زيدان، ظهور عبد الواحد السيد ومن بعده محمد صبحي بشكل جيد، يطمنوك كتير على حراسة